لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فيا أصحاب الفضيلة وسادتي الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أريد أن ألقي ضوءاً خاطفاً على تاريخ ونشاطات الجامعة الإسلامية محمود المدارس مسوري بمديرية غازي أباد، فها هو أمامكم. أسست هذه الجامعة المباركة بمشاورة العلماء الكبار والمشايخ العظام، وذلك في اليوم السابع من جماد الأولى سنة 1415 من الهجرة. ولا تهدف الجامعة إلا تقريب المسلمين وأطفالهم إلى الإسلام وشعائره والعلوم الدينية والعصرية، وتربيتهم تربية ناجحة تسهل لهم في مستقبل حياتهم السلوك على الصراط المستقيم. أيها الضيوف الكرام، تحتوي جامعتنا على أقسام عديدة. القسم الأول تحفيظ القرآن الكريم، يهتم هذا القسم بتدريس القرآن مع التجويد والترتيل تحت إشراف المقرئين المجودين. الثاني قسم الدينيات، في هذا القسم نظام جيد لتدريس القاعدة النورانية وتحفيظ القرآن والحديث، خاصة تحفيظ الأحاديث الأربعين. الثالث قسم دراسة الفضيلة، يعتني هذا القسم بتدريس الكتب الفارسية والعربية وتدريس كتب التفسير والحديث والفقه وأصول الفقه واللغة العربية، ويجري هذا النظام في جامعتنا من الصف الأول العربي إلى دورة الحديث الشريف. الرابع قسم الكمبيوتر، يجري تحت هذا القسم نظام تعليم طلاب الكمبيوتر على أحسن طريق. الخامس قسم لجنة إصلاح البيان، يعتني هذا القسم بتمرين الطلاب على إلقاء الخطب باللغة الأردية كي يقدر على تعبير خواطرهم لدى الناس في أحسن وأجود وأروع أسلوب. الخامس قسم النادي الأدبي، يعتني هذا القسم يمرن الطلاب على اللغة العربية ويدربهم عليها نطقا وكتابة. يدرس في جامعتنا عدد كثير من الطلاب، بعضهم من القرية نفسها والأكثر من خارجها. وأكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.